إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل وعن الكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا وقائدنا سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الذي آمنا به ونبر. أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي خير وصية يوصي بها المسلم أخاه المسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد أيها الأحبة، من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان يركب وراء النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا كثيرة. ذكرنا من شهر أو اثنين أول هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابن عباس: يا ابن عباس احفظ الله يحفظك. وجعلنا خطبة تحت هذا العنوان، سنكمل بمشيئة الله عز وجل هذا الحديث اليوم وصية أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابن عباس. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابن عباس: يا ابن عباس تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الكلمة صريحة والكلمة واضحة، يا ابن عباس تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عبد الله، المعرفة كما قال علماؤنا قسمان، فهناك معرفة عامة وهناك معرفة خاصة. المعرفة العامة التي يعرفها الجميع وهي معرفة الله عز وجل، يعرفها المسلم وغير المسلم. فإذا ما عرفت الله عرفك الله، إذا ما كنت مع الله كان الله معك. هي دي المعرفة الإيه؟ المعرفة العامة، ودي إحنا مش عايزينها. ليه؟ لأن الكل يعرف الله، حتى الكافر يعرف الله. قال ربنا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيه؟ ليقولن الله. ده السؤال لمين؟ السؤال للكفر. ولئن سألتهم، أي ولئن سألت يا محمد المشركين ومن هم على أي ديانة أخرى من خلقهم ليقولن الله. هي دي المعرفة. ولذلك ربنا لما تكلم عن فرعون، أو فرعون كان بيدعي الألوهية، شوف ربنا يقول إيه: وجحدوا بها بإيه؟ بالذي جاء به موسى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم
حضن اشتلال، عارفين ان هم بيعبدوا انسان زيهم، وجحدوا بها اي بنعمتين، او بالنعمه التي جاء بها موسى، واستيقنتها انفسهم اي انفسهم عارفين ان هم على الخطا ظلما وعلوما. ذلك المعرفه العامه دايما خلاص اللي ربنا بينها للفرعون وهو في البحر بيغرق. فرعون خلاص بيغرق. قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حتى كبر في وقت الغرق وفي وقت الموت وعند خروج الروح برضه متدين. ده أنت عشان تقول آمنت بالذي آمنت به بنو، بتقول كل ده كله غرق. أنت بتكبر تقول آمنت بالله. أيوه. ولذلك شوف رد ربنا. قال الآن ده انت ما كانش لك ليك رصيد صدقات تعرف الى الله في الرخاء. ما كانش عنده معرفه الرخاء، معرفه ان كان بيذبح يا ابناء ويستحيي النساء، هو ده اللي كان يعرفه. معرفه ان يقول انا ربكم الاعلى، معرفه ان يقول لهم يا عيسى اللي قلت مصر وهذه الانهار تجري من تحت، افلا تبصرون؟ انتوا ما بتشوفوش؟ هو فيه حد يكون عارف كل دي؟ لا ده علم الاله. قال ربنا فاستخف قومه فين؟ فاطاعوه. انا لا خلاص انت يا ابني. طب تعالى بقى، تعالى بقى عند الشباب تعرف الى الله في الرخاء، يعني في مكان في الشمس. طب ده هيعرفني ابني. وقد عصيت قبل، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ده انت راجل ما ذكرتناش اليوم. ده انت راجل كنت بتعصي الله وجاي دلوقتي تقول امنت بالذي امن به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. خلاص. انت لا تعرف الله عز وجل في الرخاء عشان يعرفك في الشرك. انت كنت فين يا فرعون؟ يوم ان قتلت الابناء واستحييت النساء. كنت فين؟ ليه ما كنتش في الوقت ده؟ كان كل الوقت حلو. قال ربنا فاليوم ننجيك ببدنك، بس الروح هناخدها. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. عشان الكل يعتبر ويتعظ بيك. وإلى الآن الموج يرتحل. إلى الآن وإلى قيام الساعة هذا تصديقا لكلام الله لتكون لمن خلفك آية. أي إنسان يتكبر، أي إنسان يتجبر، أي إنسان لا يعرف الله عز وجل في وقت رخائه هيقول هو وقت الشدية. الله ليس معي. هي دي المعرفة الإيه؟ العامة. لكن تعالى كده المعرفة الخاصة. بص على نبي الله يونس. أهو ده بحر وده بحر. أهو ده ربنا كان قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لكن ابتدى ربنا يقول فلولا انه كان من الايه؟ من المسبحين. في وقت ايه؟ في وقت الرخاء. في وقت الرخاء بتاعه كان من المسبحين. طب دلوقتي في وقت الشدية لا. ده لازم يكون معه. لازم نؤمر جندي من جنود الله. يؤمر ربنا بجنود ليبتلعوا عشان يولد. وهو في بطن الحوت. يسكت؟ لا، ده يذكر الله حتى في وقت الشدة. خلاص كان بيذكر الله في وقت الرخاء. لازم يكون في وقت الشدية برضه. ما خلاص انت كنت في وقت الرخاء بتذكر ربك، ربك هيكون معاك في وقت الشدة. يا شباب يا اللي انت الان في قوتك، تعرف على الله عز وجل الان هيعرفك ويقدمك. مش هتلاقي حد يستهزأ بيك ويلعب بيك. مش هتلاقي حد يشوفك زي الكورة. مش هتلاقي أولادك يتخلوا عنك. مش هتلاقي المرض يتابعك. هتموت، هتعيش
المؤرخين ذكر ان هو صاحب الوزارتين، كان ماسك وزارتين في عهد هارون الرشيد. لكن من جبروته واغتياله عزل هارون الرشيد وحبسه. ما هو ما تعرفش على الله عز وجل في الرخاء ده، انت صاحب وزارتين وتنصب. يا راجل انت دي بقى. هارون الرشيد لما عرف امسك وعزله من منصبه. حتى ان هو في الوقت ده هو كان بيسمى الدوله بتاعته دوله البراميل، ليه تقريبا القبيله بتاعته. وبعد كل ده هو الحلم صورته ابن بيقول له يا ابت من الجاه ومن العز ومن السلطه واوى الى النوم في التراب. قال يا بني لعلها دعوه مخدوم صارت الى الله عز وجل بليل غفلنا عنها ولم نغفل عنها. احنا غفلنا عن الدعوه دي من غير محبوس 7 سنين ويطلع من السن من اعلى فقد بصره. تخيل واحد كان صاحب وزارتين، مش بقول لك وزير واحد، لا ده بس وزارتين. تخيل ان بعد سنين، بعد 7 سنين يتعلم، وبعد ما يطلع من السن يسال الناس لله. راح على باب الاسود وجعل يسأل الناس، فخرج رجل من المسجد وقال من أنت؟ قال أنا الذي نسيت الله فنسياني لك. مش هيقول أنا فلان، أنا الذي نسيت. تعرف إلى الله في الرخاء، أنت في وقت الرخاء دلوقتي تعرف إلى الله. أحسن من الذكر وأحسن من العمل الصالح، تعرف إلى الله في الرخاء. شوف الكلمة، أنا الذي نسيت الله فنسياني الله. لازم تتذكر. فعشان كده بقول أنت الألف قوة، أنت الألف نعمة، أنت عندك العين المال نعمة. عشان ما يجيش اليوم ده. ولذلك شوف سيدنا يونس، سيدنا يونس خلاص تعرف الى الله في الرخاء. لازم الناس يعرفوا في الشيء. الحوت يجي يلجئ بامر من الله، وما يقدر جنود ربك الا جند من جنود الله. سيدنا يونس يسبح في بطن الحوت، الملائكه يا رب هذا صوت معلوم، الصوت احنا عارفينه، لكنه في مكان عجيب. صوت ضعيف يا رب. في مكان عجيب، قال هذا عبد يونس. ولذلك ربنا يقول في ظلمات الخلاف، فلولا انه كان من المسبحين لقريب، لولا انه كان من المسبحين. هو ده المعنى بتاعنا، تعرف الى الله في الرخاء. فلولا انه كان من المسبحين للبس الان، للبس في بطنه الى يوم المعشوق، ما كانش هيطلع. فنبذناه بالعظم وهو سليم. مش كده بس، وانبتنا عليه شجره من يقطين. لازم الشجر تزارع عودته. ما ينفعش الناس كده يصنع عودته، لا، ده ربنا ينبته شجره. فلماذا؟ عشان تتجنب. لذلك رواه ابن عباس من ان النبي صلى الله عليه وسلم اوحى الله اليه ان اخبره جبريل يا محمد. جبريل يخبر النبي يقول يا محمد لو رايتني، بالنسبه لفرعون لازم تكبر وتجبر. قال يا محمد لو رايتني وانا اخذ من خيرات البحر وضعها في فم فرعون حتى لا تتنزل عليك رحمه الله. ليه؟ كل التجبر دار وفعل كل الافعال ده، ويجي الامن يقول امنت بالله وربنا ينزل على رحمته. لا، فجبريل ياخذ من طين البحر ويضعه في فم فرعون وهو بيغرق عشان ما يقولش امنت بالله. ليه؟ لان ده لازم يكون عقاب. كل ما تجبر، كل ما تجبر، كل الذي لا يعرف الله عز وجل في الرخاء بتكون نهايته ايه؟ ايه النهايه؟ وكم من القصص. ولذلك شوف تعبير القرآن وهو يصف نبي الله يونس، فنجيناه من الغرب. مش
مش كده بس، ده الضمير لكل بني، وكذلك ننجي المؤمنين اللي بيتعرفوا الى الله عز وجل في الرخاء في وقت الشده برضه هننجي. نهايه الايه وكذلك ننجي المؤمنين. الموضوع مش موضوع مختص بالانبياء بس او بالصالحين بس، لا، اي مؤمن يتعرف الى الله عز وجل في وقت الرخاء يعرفه الله عز وجل في وقت الشده. انظر من نبي الله نوح الى نبينا صلى الله عليه وسلم، كل نبي كان له موقف حتى هذا المعنى. وما القصه التي ذكرناها قصه اصحاب الغار عنا ببعيد، جعلنا لها خطبه نذكر بها الثلاثه الذين اووا الى الغار فانحدرت صخره عظيمه فسدت فم الغار، هو اللي نجاهم ايه؟ ما عملوش حاجه في الغار. واظن ان هم صاروا ولا صاروا ولا دعوا، لا لا لا، كل واحد منهم بس تذكر شيء عمله في الارض. الاول كان ليه ابوين كذب وذكرنا الحديث، والثاني كان ليه ابنه عمي كنت حاسه بالحرام لولا كلمه من اتق الله ولا تفض القتل الا بحق خلاص. الثالث اللهم اني قد استاجرته جراء على كميه معينه من كلمه معين والواحد منهم ساب الشيء فيه. اللهم ان كنت فعلت هذا الضرر والشيء ففرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخره بايه؟ بكلمات، باشياء فعلوها في وقت الرخاء. فعشان كده بقول لك اعمل، عشان لما تيجي في وقت الشديه تتضرع الى الله، يا رب والله ما فعلت هذا الفعل الا ابتغاء وجهك، يا رب يوم كذا فعلت كذا، والله يا رب ما فعلته الا ابتغاء وجهك، يا رب يوم كذا فعلت كذا، والله يا رب ما فعلت من هذا الخارج. بل يجوز للانسان ان يقسم على الله. قال بعض اهل العلم اذا اردت ان تدعي لله اقسم، قل اللهم اني اقسم عليك ان تشفي، اللهم اني اقسم عليك ان تهدي لي زوجتي، اللهم اني اقسم عليك ان تفعل كذا. يجوز للانسان ان يقسم على الله. تعرف الى الله في الرخاء، اوعى تنسى هذا العنوان. كل حياتك هتبدا مشاكل واشياء محمود بيها. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. وقت الشده ستجد ربك. شوف نبي الله يعقوب، تخيل الكلمه اللي هو ذكرها خلوها أخاف أن يقوله الذئب. طيب خلاص حلوة دي. إنا ذهبنا للسبع وتركنا يوسف عندما كان فاد له الذئب. عشان كده بقول لك أوعى تكون العدو نقطة ضعف. خلي بالك هما ما كانوش لاقيين شيء. طب اقتلوه، طب اطرحوه الأرض، طب ارموه في البيت، طب هنعمل إيه مش عارفين. لكن لمجرد أن النبي الله يعقوب قال أخاف أن يأكله الذئب. فكرة جميلة. أوعى تعرف عدوك نقطة ضعف. عشان كده إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فرجع له الذئب. وجاوب الغميص، نفس الغميص جاوب به مرة أخرى عند فقدان الأخ له. اطرحوه على وجه أن يأتي بصيرا. ويكون لأهلنا أجمعين. سيدنا يعقوب أما جوه وقالوا له استغفر الله، قال سوف أستغفر له ربي. ما قالوش اصبر كده يا رب اغفر لنا. الموضوع مش موضوع في وقتها يا رب، لا، ده لازم يكون ليه وقت معين. قال سوف، أنا ليا وقت معين كده بستغفر فيه ربي. قال أهل العلم هو وقت الليل. تعرف الى الله في الرخاء يعني طول الليل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث ويقول يعجب الله عز وجل من عبد، وفي روايه عجب ربك من عبد يقوم من الليل من على فراش حسن وزوجه حسناء. ده في زوجه جميله نايمه فيها، وفي فراش ناعم نايم عليه، وفي ليلة باردة
وقد ترك هذا الخرج هو وترك زوجة حسناء وفي ليلة باردة يقوم يتضرع إلى الله عز وجل يقول الله عز وجل يا ملائكتي أرأيتم عبدي هذا يا ملائكتي إني قد غفرت لك إني قد غفرت لك تعرف إلى الله في الرخاء تعال إنه في رخاء في نعيم الآن جاي كان ساعة من نص كان ساعة ثلاثة كان جاي يفكر ساعتين ثلاثة جاي يتضرع إلى الله فيقول صلى الله عليه وسلم عجب ربك من عبد الله غني رأي غلب على سفاح الجبل فوق في منطقة فعالية جدا على سفاح الجبل إذا حضر الصلاة قام فأذن لوحده وأقام لوحده وصلى لوحده يقول الله عز وجل يا ملائكتي أرأيتم عبدي هذا والله ما فعل هذا إلا ابتغاء وجهي أشركه يا ملائكتي أني قد غفرت له I don't know.